هل أعمالنا الصالحة والسيئة تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومتى تعرض؟ هل الآن أو بعد الموت؟ تعرض على الله سبحانه وتعالى في يوم الاثنين ويوم الخميس، الذي ورد أن أعمالنا تعرض على الله جل وعلا في كل يوم اثنين وكل يوم خميس. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، لأنهما تعرض فيهما الأعمال على الله سبحانه وتعالى.